قولي لي شيرلين، ليش كنتي عم تضربيه؟ شو يلي عم بصير هون؟ بريد في، انت قول ليش كانت عم تضربك؟ البنت ما تضرب الشاب إلا إذا كان غلطان معها. شو عملت معها؟ يلا احكي وقلي إنك ما غلطت. اسمع شو رح قلك، إذا كنت عامل شي تصرف غلط وقتها لازم بريد تيصير عندها علم فيه. ما رح تقول؟ ماشي، رح روح فوراً وإلا لبريد يلي شفته. خالتي جانكي. استني شوي، اسمعيني بس لحظة. خالتي جانكي، فهمتي الموضوع كله غلط. ايه كنا عم نضرب بعض، بس انت ما بتعرفي شو هو السبب لحتى وصلنا لمرحلة الضرب هاي. خالتي جانكي، جاوبيني على سؤالين رح اسألك ياهن. انت قديش بتحبيها لبريتا؟ شو قصدك؟ قصدي انت قديش بتحبيها لبريتا؟ اكيد انت بتحبيها كتير، وانا كمان. يعني مثلا انت بتتحملي حدا يحكي عليها شيء مو منيح؟ ما رح تتحملي. لكن كيف انا رح اتحمل؟ صدقيني انا ما بقدر ابدا اسمع شيء مو منيح عنها. وهي البنت جابت سيره بريتا بكلام مو منيح، كيف بدي اتحمل هيك شيء؟ ما بقدر اتحمل اي شخص يحكي على بريتا او يجيب سيرتها بشيء، لانه ساعتها رح اعصب كثير واحتمال اضربه كمان. شو؟ فهمني شو حكت عليها؟ تخيلي انه عم تقلي انه نظرات بريتا لريشاب كانها معجبه فيه. عن جد؟ هذا كل يلي صار؟ وانت ما حكيت شيء؟ هو كمان قال انه شاكك يكون ريشاب حاطط عينه على بريتا. هو كيف بيقدر يحكي هيك على خطيبي؟ يعني انا وريشاب رح نتزوج عن قريب، واليوم حفلة قبل الزواج تبعنا، وانت جاي عم تقول حكي فاضي قبل بيوم من حفلة زواجنا؟ انت مو معقول. حكيك انت اللي مو معقول. انت كيف قدرتي تحكي حكي فاضي على بريتا؟ ما رح اتحمل اي شخص بيحكي كلمة غلط على بريتا، لانها رح تصير مرتي. وانت بتعرفيها قديش هي بنت منيحة، بعدين نيتا لبريتا صافية. لا وأكثر من هيك، هديك المدام كارينا بتضل بتسمع حكي بشع لحماتي ولبريتا خطيبتي، فيكن تفهموني ليش؟ عم تتخيلي انت اثنيناتهم بيسمعوا بدون ما يردوا، بس أنا ما رح أعمل مثلهم، ما رح أتحمل أبداً إذا أي شخص بيحكي كلمة غلط على بريتا بعصب كتير وممكن أضربه لهذا الشخص لو كان شاب أو بنت. ماني مستعد إنه خطيبتي تنهان قدامي وأنا قاعد بس عم بتفرج. شفتي بعيني؟ شفتي قديش واحد قليل ذوق؟ انتو عن جد بدكن تزوجوا بريتا من هيك واحد تافه؟ خالتي، إذا هي هلأ عم تقول عني قليل ذوق لأني ما تحملت حكي البشع اللي حكته عن خطيبتي بريتا، معناها ما رح يوقفوا حكي بالموضوع منوب. خلص بكفي لهون وبس.